بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوستين مع سفر يونان الاصحاح الثالث. اعمل لنا بقى شويه ملح من عوض. يلا يا جماعه شير كباسو كباسو. انا قلت السعر قبل كده بس انا يلا يا جماعة ابتدينا البث. نبدأ البث مع بعضينا مع قناة أوجستين. نبدأ مع بعض. أهلا شادي عازر، أهلا بيك. رجاء محبة مشاركة البث عشان نبدأ مع بعضينا. النهاردة نتكلم عن سفر يونان الإصحاح الثالث. اللي عنده سؤال يجهزه والجسم مفتوح لحد حابب يطلع. مرحب بالجميع. يلا يا جماعة يلا يا جماعة يلا يا جماعة شغلنا جورو. نستكمل النهاردة سفر يونان الإصحاح الثالث. هنلاحظ ايه؟ نلاحظ ثم قال صار قول الرب الى يونان ابن يونان ثانية قائلا
ربنا بيدينا فرص كتيرة جدا. سلام يا مجهول. ربنا بيدينا فرص كتيرة جدا، المهم استغلال هذه الفرص على أوسع النطاق. على أوسع النطاق اسمح لنا فرصة واثنين وثلاثة وعشر مهما نختار. ربنا قال له ايه؟ قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المناداة التي انا مكلمك بها. نعم، ايه هي بقى المناداة اللي كلموا بها؟ نرجع لسفر يونان صح واحد، قال له ايه؟ سفر يونان صح واحد، ربنا قال ليونان: وصار قول الرب الى يونان ابن امتاي قائلا: قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امامي. هي دي المناداة، نادي عليها لانهم صعد شرهم امامي. وقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله، كانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام. الله، مسيرة كم يوم؟ مسيرة ثلاثة أيام. خدوا بالكم في الآيات اللي جاية دي، ليه؟ طب ده انا هنعرف حاجات مهمة جدا في ايات السفر ده. سلامنا. وقام يونان وذهب، اول ما نداله المرة دي ربنا امام يونان. فقام يونان فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة ايام. الله، محبة. نركز في الجملة دي، مهمة جدا 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 جدا. يعني يونان عشان كان يغطي يلف نينوى كان محتاج 3 أيام، وهو قاعد في بطن الحوت 3 أيام، وعشان يغطي البلد محتاج 3 أيام. الآية الرابعة بتقول إيه؟ فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. اوبا، نعم، انت عشان تغطي المدينة كلها وتروح تخدمها او تروح تقول لهم الكلمتين دول هتاخد 3 ايام. من واضح كده ان انت كنت وانت داخل كلهم كانوا بيوصلوا لبعض الكلام على اساس يعني الخدمة تنتشر، الخدمة تنتشر. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. واحد، اثنين، أربعة، خمس كلمات. بعد 40 يوما تنقلب نينوى، هما دول خمس كلمات. فين يا باشا الرسالة؟ فين الرسالة اللي انت قلتها ليهم؟ فين التفاصيل؟ مفيش تفاصيل.
قال لهم الرسالة دي بالطريقة دي وقبلوها. تخيلوا. ايوه بص اتفرجوا على الآية اللي بعد كده هتعرفوا ان هو قبلوها على طول، قبلوها على طول بدون شك. ازاي؟ الآية 5 بتقول ايه؟ بتقول فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. نعم ده الراجل ملحقش يكلمكم. انتوا ايه؟ ملحقش يكلمكم، لحقتوا ازاي؟ قبلتوا الإيمان بالطريقة السريعة دي؟ عندهم استعداد وجاهزية. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم لصغير. ده مش بس كده، ده بلغ الأمر ملك نينوى، عرفوا بعض. فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ايه الاستعداد الرهيب اللي عندهم كلهم دول؟ ايه الاستعداد الرهيب؟ كلهم عندهم استعداد رهيب جدا لتقبل الايمان والتوبة. كلهم عندهم استعداد رهيب لتقبل الايمان والتوبة. يعني يونان داخل يقول له ايه؟ هيدي يلف 3 ايام على المدينة كعب داير عشان يوصل لهم الايمان. وصلهم ال5 كلمات دول بعد 40 يوما تنقلب المدينة أو تنقلب نينوى. يا دوبك عدى يوم واحد وهو في اليوم الواحد ده ظبطت الموضوع. آمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم من ملابس مسوحة من كبيرهم لصغرهم. مفيش حد فيهم شرد. ربنا يجعل كل بيوتنا كده، تتقبل التوبة لربنا وتفضل معاه دايما على طول، ما تستناش. حاجة بصراحة عجب. وفي الآية 6 وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ملك نينوى عرف وقام على الكرسي. أهو ربنا ملك الملوك، مهما كان واحد ليه سلطان ولا جبروت، رئيس جمهورية ولا رئيس ولا ده رئيس دولة ولا ملك ولا أمير، كله يسجد أمامه. سلام ونعم غيره، شكرا. كله ينكس الرأس أمام الله، يسجد وينحني أمام الله. وتغطى بمسح وجلس على الرماد، يعني عملية مش عملية تواضع بس، العملية مش عملية تواضع بس، لا لا لا، ده تواضع وتوبة وانسحاق. ده انت ملك. ما هو ملك، بس في ملك الملوك. انت ايه ماسك حتة ارض؟ ماسك حتة ارض بتعمل بيها ايه؟ فوزت الدنيا دي كلها ولا شيء قدام جبروت وقوة الله، ولا شيء قدام جبروت وقوة الله. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا، بقى في أمر، لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم. ده إيه الاستعداد والجبروت ده؟ إيه الاستعداد والجبروت ده؟ جبروت مفيش بعده جبروت، جبروت توبة رائع. مش هناكل أي حاجة، لا بشر ولا بهايم ولا أي حد هيشرب مية. اتغطى بمسوح الناس والبهائم، كله اتغطى بمسوح، علامة الحزن والتوبة، ويرجعوا عن الشر وعن الظلم وما يظلموش حد.
ليه بيا ترجو لعل بقى. بص آية 9 دي، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. هنا رجوع الله عن القضاء نتيجة لتوبة الناس، مش نتيجة لندم الله لأنه الله أخطأ، لا ده هم اللي أخطأ. فلما البني آدم يتوب الله يوجهه للفردوس، لكن لو البني آدم ما تابش هيتوجه تلقائي للنار، لجهنم ومنها إلى الجحيم ومنها إلى جهنم الأبدية. يبقى هي عودة أو ندم الله المقصود بيها بناء على فعل الإنسان، مش على أن الله بيخطئ في التصرف أو في الحكم، لا. فلما رأى الله، رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. يعني هم هنا أعطوا فرصة لرحمة الله وقضاء الله إنه يرحمهم، لو هم ما عملوش كده كانوا يستحقوا العقوبة، تنقلب النينوى فعلا بعد 4 أيام. بدليل حصلت قبل كده في مدن تم هلاك، حصل ولا ما حصلش؟ سدوم وعمورة. في مدن تم هلاك، سدوم وعمورة، صح ولا لا؟ صح. فهم لو كانوا عملوا كده كانوا ممكن يهلكوا، لأن رحمة الله وقضاء الرحيم هنا مرتبط برجوعهم عن الخطية. بطل يا عمرو اللي انت بتعمله ده، بدل ما هتهلك هتروح النار، صدقني هتروح النار، ولا ينفعك سوشيال ميديا ولا ينفعك اي حاجة صدقني. المسيح كلمة الله، فهو الخالق والحكم المقسط وبلا خطية، سواء في الحديث او في السنة وفي القرآن. فبالله عليك الحق نفسك قبل ما تهلك وتضل اخرين، هتهلك وتهلك اخرين. انت عملت ايه؟ انت ضللت ناس كتير لغرض بس السوشيال ميديا، صدقني رسولك نفسه ما قالش الكلام ده. رسولك نفسه قال عن المسيح ان هو لم يمخسه الشيطان، قال عن المسيح بلا خطية. القرآن ان المسيح روح الله وكلمة منه والكائن بدون روح ميت. المسيح سيأتي حكما مقسطا مقسطا وسيدين العالم كله. المسيح الوحيد بلا خطية، رسولك نفسه شهد ان المسيح الوحيد اللي بلا خطية. غلط اللي انت عملته، انت بتدعي على المسيحية اشياء ليست موجودة فيها، تدعي على المسيحية اشياء ليست موجودة فيها. تفضل. بعت لك انفيتيشن، اتفضل. ابريكا الو سمعني؟ اتفضل. انت ذكرت يعني بعض الاشياء اللي تخص المسيح عليه السلام، نبي الله الكريم الذي نحبه ونحترمه ونقدره ولا نعبده من دون الله. قلت ان انت عندك في دينك ان المسيح يعني حكما مقسطا، صح كلامك صحيح، بس ممكن حضرتك تكمل من باب الامانه. نفس الروايه دي بيقول في نفس الحديث، ياتي حكما مقسطا فيكسر الصليب، يعني معناه انه ليس منكم. يعني موضوع الصليب والصلب وادعاء الله، لحظة لو سمحت، لحظة لو سمحت، تفضل.
أنا لسه ما خلصتش. يعني ادعاء إن هو الله، هذه ليست في الإسلام. إحنا في الإسلام نعترف بالمسيح، وعندنا في الإسلام من كفر المسيح أو سب المسيح فهو كافر بالإسلام قبل أن يكفر بالمسيح، لكن نعترف به نبياً كإبراهيم وكموسى وكسليمان وكداوود وكل أنبياء الله. فحضرتك يعني أنا ما أعرفش أنت بتجتزئ بناءً على إيه. ثانياً معقول المسيح نعم هو فرصة يا رب ولا يا سيدي؟ انت قلت شبهات، خليني هسمع لك انا بس ارد على اللي انت قلته. ثانيا انت قلت ان المسيح في الاسلام نعم هو كلمة الله، صح؟ كلمة الله، ايوه. اسيب بقى انا الله واعبد كلمته مثلا؟ يعني هل ده معناها كده؟ ثانيا ادم نفسه الروح التي فيه هي منين؟ ما هي من عند الله بقوله كن. نعبد ادم هو كمان ونعتبره كلمة الله؟ انت الروح اللي في حضرتك دي منين؟ أليست بكلمة يعني الله؟ أنت تقدر تعتبر الخنزير كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله؟ كل خلق الله هو بأمر الله. الخنزير كلمة الله؟ حتى الخنزير ده مين اللي خلقه مثلا؟ خلق نفسه يعني حضرتك؟ أنا كلام لا، لا الخنزير ما خلقش نفسه، لا لا بس الخنزير التي أنت تعتبره منجسا تعتبر كلمة الله؟ يا سيدي أنا بقول لك كل خلق الله كلمة الله، مخلوق بكلمة الله اللي هي قوله كن. إنما أمرنا لشيء إذا يا أخ أردناه. عمرو، يا أخ اسمعني عمرو، بس يا أخ عمرو، اسمعني اسمعني أنا بس. اسمعك. خلي طب ما أنا سمعتك أنت عمال تقول حاجات كتيرة أسئلة مع بعض، أنا عايز أجيب واحدة واحدة. أنا هسمع لك والله، بس إحنا عايزين النقاش. أنت راجل محترم أمام حضرتك الدي آر وإنسان عالم، فيعني خلي الإنسان يكون يعني أسمعك وتسمعني. أنت طب أهلا حضرتك بيكم، يعني يا ريت يعني يكون في نظام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ جوبي؟ طيب يعني اطرح سؤال كده والدكتور هيرد عليك او تديني انا فرصة بعد اذنك. لا انا مش داخل، علشان انا داخل شفت الاستاذ بيتكلم قلت اسمعه، لا تكلمت ولا حتى دخلت علشان القي شبهه ولا حتى قلت السلام عليكم. انا لقيته اول لا، ما ما شاف انت اسمي بتدعي اسمع اشياء على المسيحية ليست موجود فيها، تمام؟ وده بالظبط. يعني زي طبعا ايه أغلبية مثلا؟ النصوص قول قول لي زي كده. ايه؟ واحدة 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 يا أخ عمرو، حضرتك بتقول إن السيد المسيح أو عيسى زيه زي أي حد؟ لا، مش زيه زي أي حد، بدليل جوه القرآن نفسه المسيح وجيها في الدنيا ومن الآخرة، المسيح الخالق، المسيح الذي لم يخطئ، المسيح الذي سيأتي حكما مقسطا، المسيح أشياء كثيرة عنه غير موجودة في أي حد من الأنبياء بما فيهم رسول الله. طيب انت حضرتك معترف بالقرآن؟ يعني ثبت العرش ثم انقش. انت معترف بكل القرآن؟ معترف به؟ حبيبي انا لما اجي اتكلم مع واحد فرنسي هكلمه طيب. باللغه الفرنسيه ولا بتكلمه باللغه العربيه؟ على جميل، الاقل اكلمه باللغه اللي هو فاهمها. حلو حلو. يعني انت ترى ان القرآن يتكلم على ان المسيح خالق، صح كده؟ ايوه حضرتك تقدر طيب تعرب لي؟ ممكن حضرتك هقول لك بس تكمل؟ سوره التوبه 31، واحده واحده اجاوبك لو سمحت. سوره التوبه 31 ماذا قيل فيها؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم هنا عطفت على كلمه الله ولم تعطف على اربابهم ورهبانهم. لا هنا القران لا ينفي ولايه المسيح. لو القران هينفي ولايه المسيح كان هيقول ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم لا يا استاذ، اربابا من اصبر دون يا استاذ، الله. ده تخصصي يا استاذ، يا حبيبي ده تخصصي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا ايوه من دون الله، لو كانت معطوفة على الله كانت والمسيح ابن مريم والمسيح لا الواو سيادتك اقول كسر. لك خطأ في العربي عند لا حضرتك. حول ولا قوة المسيح إلا هنا بالله. ابن مريم اسم اعجمي ممكن أكمل ولذلك يا أستاذ؟ ممكن أكمل؟ اعرابه بالطريقة اللي لا ما حضرتك كملش شايفها. يا أستاذ، يا دكتور جوستين طب ممكن أكمل لو معلش تكرمت؟ معلش لا يا أستاذ جوكر أكمل، قول يا أستاذ جوكر لو تكرمت أكمل. لو أنا هو مش يطرح يطلبها، ولما أجي أرد تقول طب لي بقى معلش. نقطة بس صغيرة بس لا هقولها لك معلش صغيرة وبعد قبل كده النقطة براحتك بس، أكمل، تمام؟ لازم أوضح معلش موضوع معلش اتخذ ثواني. الأحبار. لا عفوا طب عفوا، انجز أكمل بعد النقطة إذن دي، حضرتك اتفضل هكمل النقطة دي. اتفضل. لأنه كذب على الملأ أمام الناس. عفوا يا دكتور أوجستين، الآية لا طلع بكذب دي الآية قدام حقيقة. حضرتك على، لا طلع الآية قدام حضرتك على الشاشة. الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أربابا من دون الله، من دون الله، الواو حرف عطف ايوه والمعطوف يأخذ نفس شكل المعطوف في العطف. حالة الممنوع من الصرف. لا المسيح يا إخوة، الأخ عمرو هو اللي بيكذب، لأن المسيح اسم أعجمي، فهنا لازم بالفتحة مش بالكسرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين اللي قال الكلام ده يا أستاذ؟ ممكن تعرفني؟ حضرتك تقرا الممنوع من الصرف وتعرف طبعا. المسيح كلمة أعجمية لا ولا لا المسيح كلمة عربية؟ لا لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، كلمة أعجمية ولا كلمة عربية؟ لا أنت تحكمت. طب أنت انت لا، صريح مع نفسك وقولها قدام العامة، المسيح، كلمة المسيح أعجمية ولا كلمة، كلمة عربية؟ المسيح كلمة عربية. أعجمية، طلع لي ما يثبت أنها أعجمية من أصل أعجمية. يهودي، من كلمة مشيح، طلع يا سو يا سيدي، من طلع يا كلمة حبيبي. مشيح، المسيح، لا حول ولا قوة إلا بالله. من كلمة المسيح، مشيح. المسيح كلمة عربية، ده تصريف الكلمة عند العرب. طلعها لي أنت، من طلع لي دليل أنها أعجمية. اتفضل يا فندم. كلمة أعجمية من أصل مشيحة طلع لي أصلها. دليل يا ابني، المسيح طلع كان لي. يهودي، طلع يا المسيح سيدي، كان يهودي والاسم يهودي. القرآن عربي، طلع لي ما يثبت أنها أعجمية. اتفضل عربية يا فندم. إزاي؟ وكلمة كوريانو، كلمة كوريانو اللي حضرتك بتتكلم عنها قرآن، هي جاية من كلمة كوريانو، كتب ما كتاب تتشعبش، الطقوس ما تتشعبش. المسيحية. خلي نقاشك حضاري، خلي نقاشك حضاري، وخلينا ده نقفل نقطة حضاري نقطة. جدا. لا عشان كوريانو نحترمها. هي أخرج ما كوريانو يثبت أن كلمة كلمة مسيح. أنت كتاب. لما لبست في الحيطة يا أستاذ تقول لي المسيح أعجمية، طلع لي أنا ما لبست يثبت في أن الحيطة. كلمة المسيح تفاك أعجمية. كاذبا وتضليل على إيه العامة، التضليل؟ أنا طلعت تفاك محترم، كاذبا وتضليل على العامة. أنا طلعت محترم جدا. المسيح كلمة عربية، أصلها أنا أصلها طلعت ظنا، يهودي، أنا طلعت أصلها ظنا إنك إنسان عبري، محترم، طلعت ظنا إنك وأنا إنسان فعلا محترم. محترم أنت لا ومدرسة احترام. لا لا، بالله عليك أنت لم لا تصم تضل عن الله، الناس، بس كفى عشان أكثر كذبت من على ذلك. الحمد لله لما على أظهرت السلامة. بس للناس عشان بس أنك تكذب يا للاستفهام دكتور ثواني أوجستين، ثواني وقلت للناس ثواني إن ايه كلمة المسيح المراد كعادتك، معطوفة، كعادتك شوفني تخترع صرخ عقيدة إزاي، مسيحية خدني قعدة وتهاجمها، النصارى يصرخون. أيوه اجلس صرخ، تدعي عقيدة اجلس صرخ، خلي مسيحية الناس ما تسمعش، وتهاجمها، خلي الناس ما تسمعش. ها صرخ تدعي يلا، أن صرخ المسيح اتخذ يلا، صاحبة ونحن لا نقول أن المسيح اتخذ صرخ كمان، صاحبة. صرخ كمان، مش عايز تديني فرصة مصرخ. جاوب. ايوه صحيح، انت ايوه مش عايز كل يعني ده انا وما لسه اديتكش مرد فرصة. عليك. طب خلاص ما يعني اديك فرصة ممكن ازاي اديني فرصة بعد اذنك. يا المسيح كلمة أين في الإنجيل، أعجمية. ثواني يا دكتور، يا دكتور تمام، طلع ما أين يثبت في انها الإنجيل أن أعجمية، العذراء واي مريم كلام. إلها مع هو انت المسيح؟ مفكر يعني ان تقدر انت تجيب لي مفكر مسلمة ان من إيه؟ الاسلام مثل المسيحية، اي واحد يطلع يقول في اي كلام ونصدقه؟ لا اخرج ما تكذب، يثبت ان المسيحية مؤيدة القرآن، استحالة تحريف الكتاب المقدس من سورة العنكبوت 46، سورة يونس 94، ايوه فإن العلاقه كنت في شك المحفوظات، يعني مما انت أنزلنا بيقول لك إليك تحريف الكتاب فاسأل المقدس ده الذين جاي على يقرؤون النبي الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك احسن فلا ماشي تكونن من الممترين. قال له يسأل أهل الكتاب، تيجي تتعامل مع أهل الكتاب تتعامل بطريقة محترمة، مش تفضل تضل الناس. كفاك ضلالا، كفاك ضلالا. القرآن هو ما يؤكد أصلا عدم تحريف الكتاب المقدس. سورة العنكبوت 46، سورة يونس 94، سورة المائدة من 43 ل 48، سورة العمران 3 و4، سورة النحل 43، سورة الحجر 9. كل هذا يؤيد استحالة تحريف الكتاب المقدس، وأنت تؤلف مسيحية لتهاجمها وتضل الآخرين. كفاك، كفاك تضليل للناس. يوم ستلفظ أنفاسك الأخيرة أمام الله، أين ستقول ومتى ستقول؟ أنني ألفت مسيحية وهاجمتها؟ كفاك تضليل. الأخ بيقول لك الصليب، اقرا سورة آل عمران 35 وتكافؤها مع سورة النساء 167 وسورة المائدة 117، وكيف فسرها الإمام الرازي؟ واختلف العلماء في تفسير مميتك ومتوفيك إني رافعك، وقيل الوفاة 3 ساعات أم 7 ساعات. كل هذا وتأتي لتقول أن المسيحية هي المضللة. اقرأ لما يقول لك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.
ده رسول الاسلام نفسه ما قالش الكتاب محرف. انت طالع تقول ان الكتاب المقدس محرف؟ هات الدليل. روح اتهم المسيحيين بالتزوير، لو راجل اتهم المسيحيين بالتزوير، وهات النسخه الحقيقيه. كفاك تضليلا. الاخ بيتكلم على العقائد المسيحيه، طب ما يبص ويتفرج على التجسد الالهي في المسيحيه وفي الاسلام. اثبت يا دكتور اوجستين. حاضر نثبت. سورة الزمر 67، الله له يمين يا إخوة. سورة الزمر 56، الله له جنب. سورة القلم 42، الله له ساق. سورة الإسراء، الله يسمع ويبصر. سورة النساء، سورة تفسير القرطبي لسورة الأحقاف 35، يقول أن من أولي العزم من صلب. يعرف الشيخ يقول لنا مين الذي صلب؟ مين الذي صلب غير السيد المسيح؟ هل يستطيع؟ يستطيع أن يقول لنا من الذي صلب غير السيد المسيح وحده؟ ومن هم أولي العزم؟ الشيخ قال لنا أن هي دي الترتيب بتاعها، وان المسيح لفظ عربي. لفظ عربي من اين؟ من اين جئت بهذا؟ والمسيح اصلا كان يحمل الجنسيه اليهوديه. والمسيح لفظ اعجمي. لفظ اعجمي. لو القران هينفي عن الالوهيه كان واحبارهم واربابهم. روح احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. علمت على اوسخ واحد عندهم.